100 طن من المساعدات الإنسانية في طريقها إلى ليبيا، أدوية وأفرشة وألبسة وبطانيات ومواد غذائية ومياه معدنية، ومعها خيم ومولدات كهربائية يرسلها الجيش والهلال الأحمر الجزائري. العمل الإنساني في الجزائر ليس ظرفياً وليس له أجندة سياسية أو خلفيات سياسية، وإنما هي ثقافة نابعة من قيم أصيلة للشعب الجزائري. هذا الفرق ما بيننا وبين بعض الدول. والشيء المهم أن الهبة التضامنية هذه تعبير من طرف الدولة وعلى رأس السيد رئيس الجمهورية عن تضامن، وتعبير من طرف الشعب أيضا، يعني فيه تكامل بين الشعب والقيادة. القافلة الثالثة التي ترسلها الجزائر إلى ليبيا في أقل من 20 يوما هي استمرار للجهود الحثيثة وانعكاس لموقفها الثابت ونظرتها للحلول في الجارة ليبيا. ويؤكد الخبراء بأن توقيت إرسال هذه المساعدات هو في حد ذاته رسالة واضحة تزامنت مع مؤتمر برلين حول أزمة ليبيا. الجزائر أكدت حتى في قمة برلين من خلال كلمة رئيس الجمهورية بأن الجزائر ترفض استخدام القوة، الجزائر ترحب بالحوار، ترحب بالتهدئة، وتقدم كذلك حتى أن أبواب الجزائر مفتوحة لاحتضان الحوار ما بين الفرقاء الليبيين. وهذه رسالة سامية أكدتها الجزائر وتؤكدها دائما في كل خرجة، في كل موقف، في كل لقاء. وبدوره خصص الجيش الجزائري 3 طائرات عسكرية تقلع من مطار بوفاريك العسكري نحو مدينة عين ميناس أقصى الجنوب الجزائري، حيث سيرافق هذه الرحلة برا نحو منطقة الدبداب الحدودية إلى غاية تسليم المساعدات للهلال الأحمر الليبي في مدينة غدامس. شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية تتوجه من الجزائر نحو ليبيا لتجسد فعلا لا قولا أواصر الأخوة بين الشعبين الليبي والجزائري، وتبصم مرة أخرى على وقوف الجزائر مع جارتها الشرقية في هذه المحنة. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.